السلام عليكم ورحمة الله. نصح حكيم حفيده فقال له: من يتكلم معك عن حياته الخاصة ويشاركك كل شيء فاعلم أنه قد وصل إلى حد الثقة فلا تخسره. إنه لا توجد طاولة في مطعم بكرسي واحد، لأن الحياة لا تعاش بدون مشاركة. إننا دائما نعتقد أن حياة الآخرين أفضل من حياتنا، نعتقد دائما أن حياة الآخرين أفضل من حياتنا، والآخرون أيضا يعتقدون أن حياتنا أفضل. كل ذلك لأننا نفتقد القناعة. الدنيا قوسان، القوس الأول الولادة والقوس الثاني الموت، فاصنع بينهم شيئا نافعا. مهما كنت مثاليا ستجد من يكرهك، حتى الملائكة تكرهها الشياطين. عندما تعجبنا عقلية أحدهم ستعجبنا ملامحه مهما كانت. اعمل الخير بصوت هادئ، فغدا يتحدث عملك عنك بصوت عالي. كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا، فنحن سادة أفكارنا. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت بشخص ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ وأخيرا، لا تحزن إذا لم يتذكرك الناس إلا وقت الحاجة، بل ابتسم، لأنك كالشمعة، ما إن أظلمت حياتهم أسرع إليك. عندما كنا صغارا نتصنع البكاء كي لا ننام، والآن نتصنع النوم كي لا يعلم أحد بأننا نبكي. كثير من الحقيقة وراء كلمة كنت أمزح، وكثير من الغيرة وراء كلمة لا عادي، وكثير من الألم وراء كلمة حصل خير، وكثير من الحاجة وراء كلمة تسلم ما تقصر، وكثير من العذاب وراء كلمة أنا بخير، وكثير من الغضب وراء كلمة براحتك، والكثير الكثير وراء الصمت، والكثير من الخير، بل الخير كله وراء كلمة يا الله يا رب العالمين. أسألك سؤالا، هل تعلم ما هي أشد العقارب خطورة؟ الجواب: إنها عقارب الساعة إذا مرت بدون ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنتأمل قوة العبارة عندما قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.